In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and God, Amen. عايز اكلمكم على فضيلة او ثمرة من ثمار الروح القدس اللي هي اللطف, kindness. في افسس 4 وعدد 2 وطفاء بعضكم نحو بعض. والانسان المليان بالروح القدس بيحمل هذه الثمرة, بيكون لطيف في التعامل مع الآخرين. وربنا صفة من صفاته إنه ربنا الله يقول فهوذا لطف الله, فهوذا لطف الله. وبولس الرسول بيعتبر إن المؤمن الحقيقي لابد إن هو يعني اللطف ده زي رداء, يعني في كلوسي 3:12 يقول فالبسوا كمختار الله المحبوبين لطفا. انت لما بتكون لابس رداء لا ينفصل عنك, يعني دي مش حاجة خارجية, بتبقى لابسها حاجة خارجية, بتبقى لابسها حاجة مش منفصل عنك. مش كده بيقول البسوا كمختار الله المحبوبين لطفا, كلوسي 3:12. في لطف مصطنع, في يبقى وشي بشوش, اقول كلام حلو, ابتسم في وجه الناس, بس مش ده اللطف اللي احنا بنتكلم عليه. اللطف اللي هو ثمر الروح القدس ده جوهر داخلي ينتج من شركة مقدسة حقيقية مع الله, وشبع قلبي بالمسيح, وامتلاء بالروح القدس. تاني, اللطف هو يرتبط أو ينتج عن شركة مقدسة مع الله, وشبع قلبي بالمسيح, وامتلاء بالروح القدس. وبالطريقة دي يبقى الإنسان طبعه رقيق, يبقى رقيق الطباع, واضع, يهتم بخيرهم, وحساس لمشاعرهم, وحساس لألا يؤذي مشاعرهم, بيفضلهم عن نفسه, وبيرغب في خدمتهم, والتضحية من أجلهم, حتى لو ده كلفه تضحية كبيرة, عشان كده الإنسان اللي مليان بالروح القدس بيتجنب الكلام الخشن والحدة في التعامل, فبيكون لطيف مع الآخرين. الإنسان اللطيف مع الآخرين أحد, وإن حدث وجرح مشاعر أحد فهو يتألم كثيرا لأنه جرح مشاعر حد, ولا يحتمل هذه المشاعر إلا أن هو يروح ويعتذر الإنسان ده الإنسان اللطيف مش بس ما يجرحش مشاعر الناس, وإنما يخفف عن ألام الناس بسرور لهم. من الآيات الجميلة قوي قوي عن يوحنا المعمدان, قال وكثيرون سيفرحون بولادتي. يعني يوحنا المعمدان ده كان سبب فرح للي حواليه. أنا سبب فرح للحواليا؟ هل الحواليا لما بيفتكرني بيبقى فرحان, حاسس بحنيتي, الشفقة والعطف والمودة والحنان مع الآخرين؟
مضطرين. احيانا احنا بنستخدم الحدة دي علشان نكركت نصحح انسان. بس في اي عجيب، لطف الله انما يقتادك الى التوبة. يعني ربنا بيستخدم اللطف عشان يقود الناس للتوبة. بالاولى احنا نستخدم اللطف لما اكون عايز اقود حد للتوبة، مش الخشونة. مش الخشونة، كلام الجارح ده مش هيقود الانسان للتوبة. كلنا مفروض شبعنا من لطف ربنا، زي ما بولس الرسول بيقول لتيتوس في اصحاح 3، حين ظهر لطف الله مخلصنا. لطف الله مخلصنا ظهر في تجسده في الصليب. فالإنسان اللي شبعان من لطف ربنا بيبقى لطيف نحو الآخرين. لطف ربنا بيبقى في المعاملات اليومية. عارفين العازر الدمشقي اللي هو عبد إبراهيم، لما بعته عشان يدور زوجة لابنه إسحاق، فأول ما ربنا وفقه، عارفين العبد ده صلى وقال ايه؟ قال، تقلقوها في تكوين 24، يقول عدد 27، يقول: مبارك الرب إله سي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي. يعني حس ان دي حنية من ربنا انه قاده وخلقه بالرفقة اللي هي تبقى قريبة لهم. ويعني يقول لك ربنا اهل بيت سيدي ولا بيت اهل سيدي، ده لطف ربنا. كتير امشور كلنا مرينا بمواقف زي هذا، ربنا كان حنين معايا النهاردة، ربنا كان لطيف معايا النهاردة. يعقوب برضو يقول في تكوين 32 عدد 10، في تكوين 39 عدد 21 يقول آية حلوة قوي، يقول له: صغير أنا، يعني يا رب أنا لو أعدت كل الألطاف اللي عملتها معايا، اللطف اللي عملته معايا، أنا صغير ما استحقش. وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت الأردن، وأنا رايح عند بيت خالي كنت جايب عصايا بتاعتي بس، والآن قد صرت جيشين. دي تكوين 32:10. يوسف برضو في تكوين 39:21، في تكوين 39:21 لما كان في أرض مصر، يقول: كان الرب معه وبسط إليه لطفا. وبسط إليه لطفا، تكوين 39 عدد 21، ويقول له في صمويل الثانية 22 وعدد 36، يقول له: لطفك يعظمني. أنا رب صغير، أنا رب حقير، لكن بسبب لطفك أنت عظمتني، أنت خدتني من وراء الغنم وجعلتني ملك. أنا صغير يا رب عن جميع ألطافك، لطفك يعظمني. وفي أفسس 2:7 يتكلم، احنا دايما مثلا صورة ربنا في المجيء الثاني ان ربنا جاي بس يحاسبنا ويعطي كل واحد حسب اعماله، والكلام ده سليم،
الطريق التاني وهو بيحاسبنا على أعمالنا، ربنا هيظهر بلطف يقول في أفسس 2:7 ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته علينا في المسيح يسوع. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأن دخلنا السماء ده من ألطاف ربنا علينا، من لطف ربنا علينا، من لطف ربنا علينا. ربنا بيتعامل معانا باللطف وما زال يتعامل معانا باللطف. طب ليه ما نكونش احنا لطفاء بعضنا مع بعض؟ ربنا مرة شوية عيال صغيرين جم كده، فالتلاميذ زحوهم بعيد، انا مش عايزين دوشة، امشي يا ولد انت من هو من هنا. ربنا وقف الكلام بتاعه، لهم ايه اللي بتعملوا ده؟ لا، دعوا الاطفال ياتون الي، خاف لالا مشاعر الولاد الصغيرة تتجرح. فربنا قال لا لا لا، اوعوا تعملوا كده، تجرحوش مشاعر الاطفال دي. وناداهم واحتضنهم، خدهم في حضنه، لالا لما التلاميذ زعقوا فيهم كده يكونوا مشاعرهم اتجرحوا، فخدهم وحضنهم ووضع ايده عليه وباركهم. لما كان موجود عند متى وابتدوا يقولوا ازاي بياكل مع الناس الخطاة، خاف على مشاعره وقال لا لا لا، ده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، أنا لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ربنا كان حساس جدا جدا على مشاعر الناس. لو واحد مشاعره اتجرحت ربنا يجري على طول وفي لطف شعره. اللطف مش معناه ان احنا نتساهل مع الشر او لا نتمسك بالحق. مش واحد يطلع مثلا بهرطقة، مش واحد يطلع مثلا بهرطقة ف يعني نقبل الهرطقة دي عشان نبقى لطفاء. ولكن عايز اقول لكم على حاجة، لما تقروا رسائل القديس كيرلس الكبير اللي الكنيسة حرمته، قبل ما الكنيسة تحرم نسطور، ونسطور ده كان هرطوقي، انا عايزكم تقروا المقدمة ازاي قديس كيرلس الكبير كان بيخاطب نسطور، كان يخاطبه بكل احترام، البطريرك صاحب القداسة المبجل نسطور بطريرك المدينة العظمى قسطنطينية الى اخره، قسطنطينية الى اخره. يعني النهاردة لو واحد مثلا سمع تعليم واعتقد ان التعليم ده خاطئ، يشتم، سواء ده بقى كاهن ويشتم، سواء ده بقى كاهن ولا اسقف ولا سامحوني حتى بطرك، يشتم فيه ويهينه تحت الدفاع عن الحق. فستان الرهبان يقول لك شيطان ما يخرجش شيطان، يعني شيطان خطيه ولا شيطان هرطق، شيطان عمره ما يخرج، ما يطرد شيطان. فقديس كيرلس الكبير حتى مع الهرطوقي نسطور كان يعامله بكل احترام وكل ادب لغايه لما الكنيسه حرمته. سيد المسيح كان رقيق جدا مع الخطاء، ولكن فيما يتعلق بحق الله ومجد الله كان حازم وواضح. لطف المسيح
لطف المسيح ظهر مع المرأة الخاطئة في بيت سمعان. لما نظرات سمعان جرحت مشاعر المرأة دي، على طول المسيح دافع عنها، ما احتملش ان يلاقي الابن الضال في المثل ده وازاي قبله واحتضنه. والمرأة السامرية برغم المرأة السامرية عملته بخشونة، تقول له ازاي تطلب مني تشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية، مما كان رقيق. انت اللي قلت وان انكرك الجميع انا لا انكرك. احنا احيانا لما نعاتب بعض نبقى قصاف العتاب، انما المسيح بطريقة ايجابية قال له اتحبني، انت فعلا بتحبني؟ وما جابلوش سيرة النكران ان بطرس انكر ابدا، كان رقيق حتى في عتابه مع بطرس. وعلى طول قال له خلاص ارعى غنمي، ارعى خرافي. عشان كده الرسل تلاميذ المسيح شبعوا، عشان كده الرسل تلاميذ المسيح شبعوا بفضيلة اللطف دي. بولس الرسول في كرونسيس الثانية اصحاح 6 من عدد 4 لعدد 6 يقول في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله. طب ازاي؟ في بطرس الرسول يوصف الروح القدس، يقول الروح الوديع الهادئ. مش كده اللطف ده ثمر من ثمر الروح الوديع الهادئ؟ بمعقوله يكون في روح الروح القدس اللي هو الروح الوديع الهادئ يبقى عصبي كده ومتنرفز وفي خشونه وحده في التعامل مع الاخرين؟ بطرس الرسول برضو في رسالته الأولى إصحاح 3 وعدد 8 و9 يقولوا كونوا جميعا متحدين في الرأي، كونوا جميعا متحدين في الرأي بحس واحد ذو محبة أخوية مشفقين لطفاء. طب يعني إيه لطفاء يا بطرس؟ يقول لك غير مجازين عن شر بشر. لو حد اتعامل معاك بخشونة ما تردش، غير معايا كده انا عامل معاها كده، او عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. يعني اللي يشتمك باركه، واللي عاملك وحش عامله حلو، عين بعين وسن بسن. دي شريعة العهد القديم مش شريعة عهد النعمة. الإنسان اللطيف ده دليل إنه مليان بالروح القدس. أقولك على بعض آيات كده عن اللطف في يشوع بن سيراخ إصحاح 6 وعدد 5. سيراخ 6:5 يقول الفم العذب يكثر الأصدقاء، والإنسان اللطيف يكثر المؤانسات. حلو ولسانك لطيف، تلاقي كل بيحبك تتكلم مع ده وتتكلم مع ده. عشان كده قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. في يشوع بن صراخ 21 وعدد 19 يقول حديث 21 وعدد 19 يقول حديث الأحمق كحمل في الطريق. يعني لما واحد يتكلم بحماقة أكن بيحط عليك حمل تشيله وانت ماشي، إذا ما تكلمش برقة أو بلطف. إنما اللطف الإنسان العاقل الحكيم، العقل يعني معايا الحكيم، ده يكون إنسان لطيف. داود النبي كان لطيف جدا. شاول كان عايز يقتله، وبعد كده شاول دخل المغارة وداود مستخبي. الناس اللي مع داود قالوا له بس ده وقتك، روح اقتله. قال لهم انا اقتله؟ كيف امد يدي على مسيح؟
كيف امد يدي على مسيح الرب. وراح طلع وراح قطع بس حتة جلابية علشان يثبت له ان هو ممكن يقتله. وبعد كده نادى يعني خرج من بره الكهف ونادى على شاول. يعني ازاي داود بيخاطب شاول اللي عايز يقتله؟ تخيل كده لو في واحد عايز يقتلك انت هتخاطبه ازاي؟ ده احنا لو واحد بسكشر في وشي بردله البوز بوزين. لكن ده واحد عايز يقتله، لكن ده واحد عايز يقتله، يقول له يا ابي شاول وراء من انت مطارد؟ انت بتطارد مين؟ برغوت؟ كلب ميت؟ الكلام اللي قاله داود لشاول كان في منتهى الرقة واللطف، لدرجة شاول ما احتملش الكلام ده وبكى. تقول لي ما هو برضو ده الملك يعني خايف منه بعد ما شاول مات خلاص. اقرأ الرثاء اللي داود عمله في شاول الملك. انا مستعجب ازاي داود يقول رثاء زي كده في شاول اللي كان يقول رثاء زي كده في شاول اللي كان عايز يقتله طول حياته. لما اتكلم عليه اتكلم بمنتهى يعني الرقة والمحبة. برضو يعني حاجة عجيبة ازاي واحد عايز يقتلني طول حياته. يعني شاول نادر قوي قوي انه بين يعني لطف الداود، انه بين يعني لطف الداود. واحد كان هدفه انه يقتلني، ازاي واحد يعمل رثاء بالطريقة دي؟ برضو داود الملك اللي عمله مع يوناثان الأعرج، وازاي طمأن قلبه وردله كل حقول أبيه وخلاه يأكل على مائدته، منتهى اللطف. عكس كده كانوا أصحاب ده أيوب. لما أيوب عي وهم بقى راحوا عشان يعزوه، بدل ما يعزوه نسبوا إليه إن هو مرائي، إن في شر مستخب قلبه، فزودوا من ضيقته ومن ألمه، خلى أيوب يدافع عن نفسه، يعني خلوه ديفنسيف عمال يدافع عن نفسه، وقال لهم معزون متعبون كلكم. هل يا ترى لما بكلم حد بيقول كده جوه قلبه اللي قاله أيوب لأصدقائه معزون متعبون كلكم؟ برضو في سفر القضاء لما جه عاتب رجال إفرايم جدعون وخصموه بشدة، كانت إجابته لطيفة معاهم فهداه، لأن الجواب اللين يصرف الغضب. نفس القصة تكررت مع يفتاح الجلعادي، برضو جم رجال إفرايم وعاتبوا يفتاح الجلعادي، لكن يفتح جوهم بخشونة، فبدأت حرب ما بين يفتح ورجال إفرايم، وسقط في الحرب دي مات فيها 42,000. فرق بين جدعون ويفتح، نفس المشكلة حصلت، ان رجال إفرايم عاتبوا جدعون ورجال إفرايم عاتبوا يفتح. جدعون
ورجال أفرايم عاتبوا يفتاح. جدعون رد بلطف، انتهت المشكلة. يفتاح رد بخشونة وبحدة، قامت حرب ومات فيها 42 واحد. أتوبيس كده وقف جنب الدير هنا، وبعدين سألت الأتوبيس بتاع ايه، قال ده أتوبيس عطل وكلهم مساجين، ممكن تستضيفيهم عندكم؟ لو دخلتوهم هتتعاملوا معهم ازاي؟ تعاملوا معهم بلطف ولا دول ناس كريمينالز؟ القصة دي حصلت في كتاب المقدس. لما السفينة اللي كان فيها بولس الرسول دي كان كلها مساجين، ناس رايحين يتحكموا، والسفينة اتكسرت فوقفت جنب جزيرة اسمها مالطا. لما تيجي تقرا كده في سفر الأعمال، قدموا لينا إحسانا فوق المعتاد. يعني حاجة عجيبة قوي. ما قالوش دولت مساجين طب نقتله، يعني في ناس قالوا اقتل المساجين وخلص، انما يقول لك ايه في اعمال 28 عدد 2، يقول فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد. يعني عاملونا بمنتهى الملاطفة، يعني عاملونا بمنتهى الملاطفة. وحتى مقدم الجزيرة، مقدم الجزيرة يعني زي الميور العمدة بتاعهم، في الميور العمدة بتاعهم في أكس أعمال 28 صح عدد 7 يقول وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس، فهذا قابلنا ملاطفة، بملاطفة يعني كاينس بلطف 3 أيام. كان يعني غير المؤمنين، دول ما كانوش ناس مؤمنين في الأول، قدروا يتعاملوا بلطف في الأول، قدروا يتعاملوا بلطف ويظهروا هذا اللطف حتى مع مساجين. كان بالأكثر إحنا مفروض نكون لطفاء بعضنا مع بعض. بعضنا مع بعض يعني كمسيحيين مع بعض، وكم بالأكثر نكون لطفاء داخل الدير الواحد. حتى لو حد أساء إلي، حتى لو أنا شايف الآخر ده إن الرهبانة مش طريقه، ده ليس مبرر إنك لا تتعامل بلطف مع الآخر. مع الآخر الحياة صعبة، الحياة فيها تحديات كتيرة وضغوط كتيرة، احنا محتاجين نساند بعض. مساندتنا لبعض تعتمد على قد ايه احنا لطفاء بعضنا مع بعض، قد ايه الحياة هتكون صعبة وممكن اقول تكون تعسة، يعني عايشين ان ميزري، لو احنا ما خدناش بالنا من المبادئ الصغيرة في اداب الحديث، احترام بعضنا بعض، ازاي
كلامي يكون مملحا بملح يعطي نعمة مملحا بملح يعطي نعمة للسامعين. الوجه المبتسم البشوش اللي بيعكس فرح الروح القدس، والجواب المبهج الذي يدخل السرور إلى الآخرين. لما احنا احيانا ما نحترمش بعض او رد عليه بتجاهل، يعني مش عارف اقول ايه، دي اخلاق مش مسيحية، او اقدر اقول دي اخلاق حتى مش انسانية. انا عشت شوية في الصعيد واشتغلت في الصعيد، لكم على حاجة. Somebody planning to kill another person to revenge، يسموه في الصعيد الطار، الثأر، يعني الواحد ياخد بحقه. فلو حصل مثلا ان في ناس مستخبية كمين لانويت علشان يقتلوني انا، عشان ياخدوا طارهم مني، وبعد كده مشيت جنبهم فشفتهم فقلت لهم مساء الخير، يعني اديتهم التحية، يعني اديتهم التحية. من مبادئ الصعيد ان طالما انا القيت عليهم السلام ما يقتلنيش المرة دي. يعني بيقدروا ان انا القى عليهم السلام واقول لهم مساء الخير، او ممكن يقتلني بعد كده، بس طالما القيت عليهم السلام ما يقتلنيش. إن كان الناس اللي بتقتل بعض عندها المبادئ دي، بأنا حد يلقي علي السلام ومردش عليه، أو حد يقول لي سلام أتجاهله، أو حد يقول لي سلام أجهله، أو حد يقول لي سلام أرد عليه ببرودة، طب إزاي؟ ده القتلة ما بيعملوش كده، الناس اللي بيقتلوا عشان الطار ما بيعملوش كده. إزاي احنا نعمل كده مع بعض؟ يعني يا ريت الآية اللي ابتدينا بيها كونوا لطفاء بعضكم مع بعض، اللي هي موجودة في أفسس 4:32 تكون محور تفكيرنا، نفكر نقدر نطبقها في حياتنا. لأن الخالف من اللطف اللي ما عندوش لطف ده يبقى خالي من ثمر الروح القدس، يبقى مش مليان بالروح القدس. فلابد ان احنا نتعامل بعضنا مع بعض بلطف كأولاد، نتعامل بعضنا مع بعض بلطف كأولاد لربنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. Compassion is the internal virtue that's expressed in kindness with others. It's something internal. Kindness is something expressive. So because I have compassion in my heart, I deal with others in kindness. لا تعارض ما بين الحق أو شهادة للحق واللطف أو المحبة. في آية في أفسس 4 بتقول صادقين في المحبة. الإنجليزي أجمل، إنجليزي يقول speaking truth in love. أجمل، إنجليزي يقول speaking truth in love، يعني قول الحق بس بمحبة. وطبعا زي ما قلت لكم على المرأة السامرية، ربنا قال لها الحقيقة بس قالها لها بحب، قال لها كان معك 5 أزواج والذي معك الآن ليس بزوجك، ما لاش ابتزاني، في لطف في التعامل. ما جاش قال لها بص بقى الحق بقى انت انسانة زانية، ما لاش كده، قال لها كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس بزوجك. فده ازاي الواحد يقول الحق بلطف وبمحبة. يعني even if somebody is introvert or quiet, expressing love and kindness to him, actually, this will work with everybody, regardless of his language of love.
بمعنى مثلا ايه I should not مثلا ايه I should not مثلا ما نروحلوش كده and I hurt him with a comment like why you are quiet all the time are you anti-social personality no, a comment like this will be hurtful but a kind person would say Maris says a person who is quiet means he is full of the fear of God. So I can say a comment that show kindness and love toward this person. And kindness will love toward this person. And kindness will work with everybody. Kindness is attitude, is expression, is a fruit of the heart that's full of the Holy Spirit who is meek and quiet and gentle. So anybody will receive the kindness well, anybody. And anybody will be able to distinguish also between the true kindness and the fake kindness. Fake kindness is show like bite me, stab me from the back. Righteousness means the person who is doing thing right. So to deal with other people rightfully means you need to be kind. People rightfully means you need to be kind. Righteousness is not exactly kindness. Kindness is part of righteousness. A righteous person is a kind person. Righteous means he knows how to do things right. So in dealing with others, he will deal with them rightfully, which means kindly. And to acquire any virtues in your life, it needs time, needs the grace of God, need to fight the good fight. Three things, grace of God, time. If these three components exist, then yes, we will acquire these virtues. And we need to be patient with one another, you know, يعني with time, يعني about the time. We need to be patient to give each other some time in order to develop. But I want to make comments about Bob Shinoda used to be a teacher before يعني he joined the monastery. So he was giving like a tutorial class to person who failed several times. And person who failed several times. And يعني he taught him very, very, very well. But again, he gave him a test. He failed the test. So he spent another month with him and taught him very well and give him a test. He failed the test. He spent another month with him and give him the test. And he failed the test. So Bob Shuna told him, you know, I think our hopeless case, go. I'm not gonna teach you anymore. So this student told him, why you are calling me a hopeless case? No, I'm not hopeless. The first test I failed because I had 15 mistakes. Second test, I failed because I had 10 mistakes. Third test, I failed because I had 5 mistakes. So there is improvement. I know improvement under zero. There is improvement, you know. Improvement. I know improvement under zero. There is improvement, you know. And يعني سيدنا باب شنو كان بيحكي القصة دي how to encourage a person. يعني it's the same idea. To make a conscious decision that you will ask the grace of God to fill you with the Holy Spirit. Be conscious of the feeling of others. And maybe the golden rule will help you here when you say, as the Lord said, as you want others to deal with you, deal with them. You deal with them. And if in every situation you ask yourself, how to respond to this situation? So reverse the people and say, if I'm the other person, how I want others to respond to me?
and then respond. And آخر حاجة every night hold yourself accountable. And if you hurt the feeling of somebody, go and apologize. Don't sleep. Don't sleep until you apologize and you make peace with the person that whom you hurt his feeling. And the grace of God to remove the difficulty, because as we said, kindness is the fruit of the Holy Spirit. So when I am filled with the Holy Spirit, it will be, I'm not saying it will be easy, but I can overcome the challenges and the difficulty to be kind with those challenges and the difficulty to be kind with those who are unkind to me. Growing in any virtue or getting rid of any vice, it needs some time. So don't judge the person at the moment, and maybe the person is growing even under zero, but growing and struggling, and one day he will be above zero and he will get rid of it. So this the whole situation, not about the moment, about this reaction. This can help us to be, how to be kind with those who are not kind or aggressive, etc. Don't judge them in this moment, on this action. Maybe that's their struggle, maybe that's reaction, but you need to look at the whole they are making to grow in this virtue. How to train your eye to see even the small effort in others, not only just to see the weakness in them. This actually will create compassion. This actually will create compassion in your heart toward this person. He is doing effort, and this will help you to be kind. And you need to struggle. And even if I'm not kind, I will make a conscious decision to be kind. And that's the purpose of this talk. So every day from now on, from this moment, I hope that every one of us decide and to make conscious decision to be kind. Ask the grace of God to help you. Fight the good fight. Force yourself to be kind to others. And I will run to apologize and ask forgiveness and make peace. وبقيت الآية بتقول إيه؟ لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطي إبليس مكانا. معناها الوقت اللي احنا زعلانين من بعض إبليس عنده مكان. كان مع واحد يوم فأنا جبت إبليس بيني ما بين الإنسان ده لمدة يوم. لو زعلت معه أسبوع أنا جبت إبليس بيني ما بينه لمدة أسبوع. عشان كده الآيتين مرتبطين ببعض. ليه بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطي إبليس مكانا؟ عايز أقول لو سبت الشمس تغرب وبقي يوم ويوم. انت كده بتدي ابليس مكان في حياتك. هو عدم وجود اللطف من ضمن اسبابه الذات. لكن لو انسان متواضع فعلا هيبقى لطيف مع الاخرين. لكن الإنسان اللي ذاته كبيرة أول ما يتجرح يصور ويهيج ويميج لأن ذات كبيرة. لكن لو الذات رقيقة هيبقى رقيق مع الآخرين. You can be firm and kind. In counseling they call it assertiveness. There is no في aggressiveness وفي permissiveness. Assertiveness is the balance. Assertiveness is the balance between being firm and being kind. So, for example, if there is, مثلا somebody came late and want to take communion, فأنا ممكن يعني sorry, I cannot give you communion. If he said why, you came late, we can talk about it, but I cannot give you communion. So I'm firm, ولكن
I saw this in a kind way. If مثلا I yelled at him and told him, "How you are late? You have no respect for communion, and you want to take communion. That's not right. That's aggressiveness." But yes, you can be firm and you can be kind at the same time. There is no contradiction.